إليكم نتيجة الشوط الذي انتهى مشاهدينا الكرام، وتابعنا الشاهينية هي من حازت على الناموس والانتصار، قدمها ذياب بن محمد بن عوض الاكتبي تهالينا والناموس، قاطعة مسافة السباق في زمن وغدرة 6 دقائق و16 من الثواني. المركز الثاني كان الوصول مع سمحة محسن بن حمد بن محسن الفلاحي، خذت المركز الثاني. والمركز الثالث كانت نشوة سالم بن خميس بن مسلم الشامسي، خذت المركز الثالث مع الشوط الذي انتهى منذ لحظات. هذه هي نتائجنا مصحوبة بتوقيت ومقداره 6:16، 6 دقائق 16 من الثواني. هذه هي الانطلاقة الأخيرة في هذه اللحظات وبهذه التحديات وبهذا الإبداع أيضا المستمر ما بين هذه الأصايل. ما إن شاء الله تنطلق مشاهدينا الأعزاء والحب الكريم بحفظ من الله ورعايته. شوطنا 16 في مجموعة الأشواط، الشوط 16 الذي خصص للبكار المهجنات الأصايل سن اللقايا. سباقنا الخامس، شاهدنا أول التحديات هذه الفترة الصباحية، وكانت أيضا سرايا لسعادة مطر بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي، هو من قدم سرايا مع أول الأشواط والتحديات الأولى في هذا الصباح. أما أفضل التوقيت الزمني كان مع النادر مبارك بن راشد بن محمد بن منينة الشامسي، هو من يقدم النادر بالتوقيت الأفضل في هذا الصباح 6:03 6 دقائق و3 من الثواني. ينطلق شوط المهجنات الأصايل بحفظ من الله ورعايته. مقدمة الشوط والمركز الأول في هذه اللحظات، بلقى مع المركز الأول تتقدم الجموع في هذه اللحظات. أشعار بن زعيتر يتصدر الصدارة في هذا الانطلاق ويقدم على رأس حربة هذا الشوط اللي هي خيرة. أحمد بن سالم بن زعيتر العامري يقدم خيرة مع المركز الأول في هذا الانطلاق وبهذه التحديات. بينما المركز الثاني بلقى الظبي راشد بن علي علي بن راشد بن افتاح الشامسي يقدم الظبي على مستوى المركز الثاني في هذه الإثارة. المركز الثالث شوف القدوم من خلال تواجد سمحة دنان بن محمد بن عبيد الشامسي، خذت المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع، أتابع المركز الرابع، حملة رقم 4 ياهو صدف ويا محلى صدف وياها، تتقدم في هذه اللحظات اللي هي تحذير فارس بن سلطان بن محمد الشامسي، خذت المركز الرابع. والمركز الخامس تتقدم مشاهدينا الكرام، واتت اللي هي ايضا بعدي مبارك بن سيب بن عفصان الخيلي. هذه هي نتائجنا مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات، اتممناه ببعدي في هذه الإثارة على مستوى المركز الخامس. ولكن اتابع بعد المركز الخامس وش اللي يصير في هذه اللحظات. أصايل انطلقت بهذا الانطلاق، شاركت في الموسم الماضي، الله يا سلام، حركوهن عفدوهن ويالوهن ما شاء الله مع الزاوية الصعبة. خلني مع هذه أيضا المعركة ما بين هذه الأصايل وما بين هذه الشعارات. التغييرات مستمرة، التجاوزات مسموحة من اليمين ومن اليسار. الله، الرياض الوحيدة التي يسمح بها التجاوز من جميع أيضا المناطق ما شاء الله. بن زعيتر لا زال ثابت وجوده مع خيرة
مع خيرة ومع الانطلاقة الأخيرة، هذه هي خيرة بن زعيتر ثابت وجوده على مقدمة الشوطة. أحمد بن سالم بن زعيتر العامري مع خيرة مع المركز الأول في هذه اللحظات، وبهذا أيضا الانطلاق المركز الثاني. المركز الثاني شوف الوصول وشوف الحضور مع اللي هي الظبي علي بن راهب بن فتاح الشامسي، خذت المركز الثاني، المركز الثالث، المركز الثالث عطرة يا محمد الثالث. شوف القدوم في هذه اللحظات اللي هي العنودة، محسن بن حمد بن محسن الفلاحي خذت المركز الثالث، المركز الرابع، المركز الرابع بالعمى يبدو أنه يتدخل في هذه اللحظات، يقدم ناصية سالم بالحميدي بالعمى الشامسي خذت المركز الخامس الرابع، المركز الخامس، المركز الخامس عطني في هذه اللحظات. شوف التغييرات والتبادل المستمر ما بين هذه الشعارات، مبشرة محمد بن مبارك بن يمعى بن كلهم الخيالي خذت المركز الخامس غيرت على الرابع، ولكن خيرة 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 مع المركز الأول، خيرة خيرة واللحظات الأخيرة والانطلاقات الأخيرة. يا بن زعيتر يا بن زعيتر، بن زعيتر يا بن زعيتر، ما شاء الله خيرة مع المركز الأول، ختمها بن زعيتر، ختمها كعوايدة يختمها الله. لكن الفلاحي مع المركز الثاني قدم العنود مع المركز الثاني، لكن خيرة 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 مشكور. يا أيضا هناك عبيد بن حمد بن زعيتر العامري من يتابع أيضا خيرة بهذه المتابعة، ما شاء الله مع المركز الأول. حركوهن 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 يا لوهن مع اللحظات الأخيرة. يا بن زعيتر بن كلثم الخيالي يرفع رايه التهديد مع اللي هي أيضا مبشرة، مبشرة محمد بن مبارك بن كلثم الخيالي، لكن خيرة 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 مع المركز الأول. تهانينا والناموس لبن زعيتر المركز الثاني، ايضا عند بن كلثم المركز الثالث، المركز الثالث ايضا. الحفل الكريم تقدمت الذهبي سلطان بن سعيد بن محمد بن دلهم الهاجري، والمركز الرابع تقدم من خلال تواجد مشاهدينا الاعزاء مع اللحظات الاخيره والحسمه استطاعت اللي هي مديار سالم بن متعب بن سهيل بن حمد العامري، اما المركز الخامس كان تدخل مع الامتار الاخيره ايضا الحفل الكريم اللي هي ايضا بيارك وأيضا حمدان بن محمد بن الشيل الكثيري. هذه هي نتائجنا مشاهدينا الأعزاء، دعناها لكم في هذا الميدان، وأيضا أفضل التوقيت الزمني في هذا الصباح مع اللي هو النادر مبارك بن راشد بن محمد بن منينة الشامسي، أيضا 6:03. أول الأشواط التي زاحت الستارة في أشواطنا الأولى الصباحية سرايا لسعادة مطر بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي، والختامة كان مع خيرة أيضا أحمد بن سالم بن زعيتر العامري. تهانينا والناموس، تقبلوا تحياتنا وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.